السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. آخر فيتشر معانا فكرة الديسبلاي الخاص بالإيشوز بتاعتنا، إن أنا آجي كده أدوس على مثلا جافا سكريبت وأدوس على أي ريبو من هنا يعرض لي الإيشوز بتاعة الإيشو الخاصة بكل الريبو الخاصة اللي اسمها ذا الجوريزمز جافا سكريبت. ممتاز جدا، تعالوا بقى واحدة واحدة نفكر كده قبل ما نخش في الريبو دي. عايزين نهندل بس ايه لوجيك ايرور كده مش اكتر. في حالة ان وانت بتعرض الديسبلاي ريبوز، فرضنا ان الريبوز اللي جاية اري فاضية، فرضنا ان مفيش ريبوز للشخص ده، فهنهندلها ازاي؟ عادي خالص، الموضوع بسيط خالص. هتيجي تقول له والله لو في الاول خالص كده، في حالة والله اف ان الريبوز بتاعتنا اللينس بتاعها بيساوي صفر، يعني مفيش خالص، اقول له والله الريبوز كونتينر دوت انر اتش تي ام ال بيساوي ايه؟ بيساوي نو ريبوز بالشكل ده، مفيش ريبوز يا باشا، وقف الدنيا كلها. فبقول له ريتيرن عشان ما يكملش الفانكشن بتاعي. في حالة ان مثلا انت كتبت مثلا وليكن كتبت مثلا اسم زي ده كده ملوش ريبوز، هيقول لك نو ريبوز فاوند لهذا الشخص، او يعني لو في مفيش ريبوز هيظهر لك ال طبعا ما عملتش ريفرش كالعادة، كتبت أي حاجة كده ودوست جيت ريبوز الراجل ده، المفروض إن أنا اتشكيت على الريبوز واللينس بتاعها هو فعليا صفر، اللينس مظبوط مثلا، أنا كاتب لينس صح، اه لو هو بيساوي صفر ممكن تخش هنا تلوجلي معلش الريبوز. الريبوز بالشكل ده ريفرش اهو، كتبت هنا اي حاجه ودوست جيت ريبوز، دوست الكونسول ممتاز. اللينس صفر اهو، فالانر اتش تي ام ال هو الريبوز دي اللي هي دي، تمام. هو مش فاهم الريبوز، اهو ريبوز element، انا اسف انا كاتب غلط والله العظيم يا جدع، اهو دوست جيت ريبوز اهو كتب لك نو ريبوز يا باشا، ريبوز بقى فاوند او كده، كنت انا بس كاتب الكلمه دي غلط، ممتاز. طيب نخش بقى في الفيتشر بتاعتنا، الا وهي فكره ان انا ركز كده ان الريبو اللي هنا لما بدوس عليها بيروح لصفحه تانية، لما بدوس عليها بيروح لصفحه تانية. طب هعمل كده ازاي؟ قال لك والله الموضوع بسيط جدا، دوست انا على الجي اس مثلا، لما ادوس على ده يوديني لصفحة تانية، خلاص اللينك ده هخليه يوديني لصفحة تانية. ازاي يعني؟ اهو مش اللينك ده انت بتكريته بالجافا سكريبت؟ ايوه، هو فين؟ اهو خلاص، هو يروح بدل ما الاتش ريف ثابتة كده اقول له والله بعد اذنك وديني على صفحة اسمها اسمها ايه؟ اسمها سنجل، اهو سنجل وليكن اسميها مثلا ريبو، ريبو بس سلاش ريبو دوت اتش تي ام ال بالشكل ده. تعالوا نجرب، او قمت انا جايب الريبوز الخاصة بالجافا سكريبت، تعالوا نقفل ده كده اهو، قمت دايس على ده، طبعا الصفحة يقول لك ايرور، ليه؟ لان مفيش حاجة بالشكل ده. طب هو كتب لك ريبو وشال لك الباقي، انا عايزه يكمل على اليو ار ال اللي موجود، فبعمل دوت سلاش يعني كمل لي بعد اذنك على اللي موجود. تعال نجرب كده، كتبت او جي اس ودوست هنا كمل لك فعلا على اللي موجود، على الراوت اللي موجود كتب لك ريبو دوت اتش تي ام ال، وريبو دوت اتش تي ام ال صفحه مش موجوده، فتعالوا نعملها سريعا. هاجي هنا اهو اقول له بعد اذنك اعمل لي ريبو دوت اتش تي ام ال واكتب هنا اي حاجه واشوف كده هتشتغل ولا لا. تعالوا نجرب تاني، كتبت جي اس ودوست على اي حاجه واداني فعلا للصفحه دي. عايز هنا يعرض ايه؟ يعرض الايشوز بتاعه الريبو كلها بدون بقى الدخول فيه، مش لازم يعني اعمل نفس الديزاين ده، ممكن انت تعمله عشان ما نضيعش وقت، بس انا عايز اعرض الايشوز بتاعتنا. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ قال لك والله الموضوع بسيط جدا، ازاي الصفحه دي تعرف ان انا جاي من الريبو مثلا اللي هي كانت اسمها مثلا الاول واحده دي مثلا، او زي الالجوريزم مثلا او ايا كان، ازاي اعرف ان انا جاي من الايشو دي اللي دوست عليها دي؟ قال لك خلاص ابعتها ككويري بارامتر للصفحه نفسها، يعني مثلا عايز اقول له كده في الجافا سكريبت ابعت لي كويري بارامتر هنا كده الريبو نيم اسمها ايه، اقول له الريبو بتساوي كذا بقى، اللي هو انهي حته بقى، نركز كده الحته دي كلها كده. فانا ممكن اعملها هنا في باك تكس
عشان بحيث ان انا هبعت كذا حاجة واحط اللوكشة دي كلها كده. اعتقد في غلطة عشان السلاش دي. تعالوا نجرب تاني. كده اتش ديف نحط ده كده اهو بالشكل ده وندمج ده معاهم. اعتقد اكسبكتد ال طيب انا عندي فكرة احلى. هعمل هنا ريت النيم مثلا اللي هيطلع بالشكل ده. طبعا الريبو مش هبان بالشكل ده. اقول له هنا ليت ادخل ده جوه طبعا، بس خلينا نكمله. احطه هنا بالشكل ده واقول له بدل ما نعارض ده كله بعد اذنك اعرض لي. هو اصلا في باكتكس بره، انا اسف الله العظيم يا جدع، في باكتكس بره بس ما علينا. يعني اهو اعرض لي النيم هنا اللي هو كله النيم، بس ما تنساش الريبو، صفحة الريبو دوت اتش تي ام ال والكويري بارامتر اللي اسمه ريبو بالشكل ده. فتعالوا نشوف كده اهو. هعمل ريفريش واسيرش بالجافا سكريبت، هشاور بس وبص انت على الشمال تحت. بص اهو كتب لك صفحة الريبو وبعت لك كويري بارامتر اسم الايه، اسم الريبو بتاعتنا. ودوست عليها كده اهو، دوست عليها بالشكل ده، هتلاقي فعليا كتبها لك هنا اهو الريبو بتاعتنا. انا بقى محتاج امسك الاسم ده وابعت بيه ريكويست جديد يجيب لي الايشوز بتاعة الريبو دي. فالموضوع بسيط، ممكن بقى اروح للصفحة بتاعة الريبو دي اعمل سكريبت جديد. مش ماشي، هعمل سكريبت جديد اقول له هنا ريبو دوت جي اس، وهنا احط بس اتش تي ام ال عادي كده اهو، هاخد نفس الاستراكشر اللي هنا سريعا يعني. وهنا بقى الريبو، وهحتاج ايه، هحتاج نفس المنطقة دي، ومش محتاج بقى الايه اللوكشة دي كلها، مش محتاج منطقة الليفت، سيبني بس في منطقة الرايت بالشكل ده. وهروح هنا بقى للجافا سكريبت بتاعنا. هجيب اول حاجة نفس السكريبت اللي انا هحتاجه من هنا، هحتاج الريبو نفسها، منطقة اللي هي اللي انا هحط فيها الداتا. ماشي هاخد دي كده. ومحتاج حاجة مهمة جدا ان انا اجيب الريبو ده، وهنعرف ازاي. يعني عايز اجيب الكلمة اللي موجودة هنا، عايز اجيب الكلمة اللي موجودة هنا بمنتهى البساطة. قال لك والله هعمل فانكشن هسميها get repo name. حلو كده، دي عبارة عن فانكشن بسيطة خالص، محتاج اكسس اللوكيشن ده كله. يعني ده بيكون موجود جوه ال href بتاعنا اللوكيشن، فهقول له والله let ال query string بتاعنا query string بيساوي ايه، بيساوي document dot location dot search. لو انا عملت log لل query عشان نشوفه مع بعض str وشغلت الفانكشن دي على طول، هتلاقي فعليا جاب لك، عملت ريلود اهو وجبت الانسبكت بتاعنا، طبعا هشوف دي جايه منين، او جاب لك كل السترنج ده كله. انا محتاج كلمه بس الكلمه دي، فمحتاج افصل. فهقول له والله يا باشا الريبو نيم بيساوي الكويري سترنج ده دوت سبليت، محتاج افصل عن طريق اليساوي. فالسبليت دي احنا عارفينها بتعمل لك array مكون من ما قبل اليساوي وبعد اليساوي، فانا محتاج اللي بعد اليساوي، فاكيد السترنج اوف واحد بالشكل ده. لو عملت بقى لوج للريبو نيم هتلاقي فعليا كتب لك الاربيان على الجافا سكريبت. في هنا اكسبلينيشن مارك زياده اعتقد اهو، يا عم احنا اسفين ليك اهو. ممتاز جدا. طيب بعد ما انت جبت خلاص الريبو نيم بتاعتك، خلاص والله
تتأكد بقى هل في فعلا ريبو نيم. كالعادة هتفضي منطقة كده كده أصلا مش محتاج دي في الصفحة التانية. احنا محتاج ماشي خليها وأحط فيها برضه أقول له ابعت لي الريكوست بتاعنا، فهعمل فانكشن اسمها جيت ايشوز بالشكل ده، وبتاخد الريبو نيم. تعالوا بقى نعرفها. طبعا الجيت ريبو دي بتشتغل اوتوماتيك اهو، وهقول له فانكشن جديده اسمها جيت ايشوز. دي بقى اللي هتبعت الريكوست عن طريق الريبو نيم هنا اهو. هقول له والله let ال API URL نفس بقى ال structure، اعتقد بقى خلاص حفظنا النظام. هقول له https api.github.com/repos/ اعتقد اسم الريبو بتاعتنا ريبو نيم، وعلى ال issues بالشكل ده. هبعت بقى ريكويست، هقول له بعد اذنك هات لي الجافا سكريبت القديم عشان ما اقعدش اعيد وازيد اهو. والريبو بتاعتنا في الباشا ده، هقول له ديسبلاي بقى المره دي ديسبلاي ايشوز. هتاخد الداتا بتاعتك بالشكل ده، وهتاخد الريبو نيم، مش محتاج بقى الريبو نيم، هي داتا بس وخلاص. تعالوا بقى نشتغل على الـ display issues function. display issues هتاخد كل الـ issues بتاعتنا، وتعالوا نعمل log للـ issues نشوف شكلها عامل ازاي، بحيث ان احنا نهندل الدنيا بناء عليها. هعمل refresh اهو، هتلاقي error على طول، قالك الـ API not defined. تمام حاضر، كاتب غلط بس مش اكتر. refresh اهو، جابلك الـ something went wrong عادي خالص. عشان السلاش هو فهم ان السلاش اللي موجودة احنا عايزين. ممتاز ماشي، دي غلطة طبعا. الريكوست يعني انا فتحت اهو، دخلت على النتورك تمام، كاتب جيت هاب غلط. جيت هاب لا اخطاء ملهاش اي لازمه، بس تمام اهو. هتلاقي عندك في الكونسول فعلا جاب لك كل الايشوز بتاعتك، نفس النظام بتاع الريبو نفسها، ناقص بس ان انت تعرض منها الحاجه اللي انت محتاجها. انا محتاج اعرض ايه؟ محتاج اعرض التايتل بتاع الايش مثلا، محتاج اعرض التايتل بتاع الايش. فانا هاخد نفس نظام الديسبلاي ريبوز اللي هنا اهو، أقول له بعد إذنك يعرض لي display issues، وهتاخد ال issues ومش محتاج ال search term. شيل بقى ال function دي، مش محتاج ال search term. أقول له أول حاجة ال repos، ورسمت الدنيا بتاعتي، مش محتاج بقى ال href. محتاج ال href يروح على لينك معين أنا هعمله دلوقتي، وال A نفسه هيعرض إيه؟ هيعرض مثلا ال issue title. عندي حاجة اسمها ايشو، خلينا بقى دي بدل ريبوز نخليها ايشوز. ايشوز وهنا ايشوز، مش محتاج بقى مثلا اقول له نو ايشوز مثلا او نو ايشوز. وهقول له هنا مش محتاج ده برضو، هنا الايشو اقول له الايشو دوت تايتل، ومش محتاج بقى كل الزبناية دي خلاص. هنا الايشو التايتل، ومحتاج مثلا تعرض في كي اسمه بول ريكويست، وكي اسمه اعتقد يعني كان في بول ريكويست عشان تعرض الكلمة دي. هو هنا يعني عرض كلمة هل في ايشو ولا جاي من بول ريكويست وكده، مش لازم، هتلاقي في كي اسمه بول ريكويست ممكن تعرضه انت. انا عملت ريكويست اهو، جاب لك اسم التايتل بتاع الايشو. فعلا عايز بقى ادوس عليها يفتح اللينك بتاع الايشو دي، عايز تدوس عليها يفتح اللينك بتاع الايشو دي. عندك كي اسمه على ما اتذكر اسمه كان اسمه ايشو اعتقد دوت اتش تي ام ال يو ار ال. اتش تي ام ال يو ار ال، تعال نتاكد كده، خلصت كده. عندنا حاجه اسمها اتش تي ام او اتش تي ام ال يو ار ال، بيعمل لك اللينك كله بالشكل ده. لو انا سيفت اهو وعملت ريفرش شاورت كده، هتلاقي فعليا فتح لك
الايشو بتاعت اللينك ده. طبعا هنا اعتقد عشان اكيد مش محتاج ستايل، ما علينا. يعني هي فعلا ال HTML URL بيعرض لك اللينك بتاع هذه الايشو. ايه تاني؟ اعتقد تعال نجرب على لينك تاني. كتبت مثلا PHP ودوست على الليلة دي، جاب لك فعلا كل الداتا بتاعت الايشوز او الايشوز بتاعت هذه الريبو اللي اسمها PHP ميلر ده. ممكن انت بقى تعرضها مثلا هنا، تعرض الايشو نيم بتاعتك، تعرضها في مكان ما براحتك اللي يريحك زي ما كانت معروضة هنا. هو عرض لك هنا الايشو نيم بتاعنا، ممكن تعمل نفس الستايل مش هيفرق، براحتك بقى، عايز تزود ما تزودش، يعني هي نفس الاستراكشر مش اكتر. كل الكود بتاعنا هيترفع، فهتلاقي الكود كله موجود، محدش يقلق من اي حاجة نهائيا. الفكرة تاني باختصار، عملنا فكرة الديسبلاي ايشوز، اللوجيك كله او اللعبة كلها الحتة دي. فين فين؟ اهي هي دي اللعبة كلها، ازاي تحصل على فكرة النيم وتبعتها لصفحة تانية عن طريق الكويري بارامتر، وازاي تجيبها عن طريق اللوكيشن. جواه كي اسمه سيرش بيجيب لك كل الكويري سترينج، احنا عايزين بس الكلمة، فانا عرفت تفصيلها عن طريق اليساوي. طبعا السبليت بتبعت لي اري، بتجيب لي اري في ما قبل اليساوي وما بعد اليساوي، يعني بتعمل لي اري كده في الكلمة اللي قبل اليساوي اللي هي كانت ريبو بالشكل ده، دي علامة استفهام، وفي الكلمة اللي انت عايزها اللي هو الريبو نيم نفسها. فانا خلاص ده اكيد الايه، ده اكيد رقم واحد، ده الاندكس صفر وده اندكس واحد. فقلت له هات لي اوف واحد على طول بالشكل ده. بس كده، ده فكرة المشروع بتاعتنا. ممكن تكون ناس بتستصعبها وناس بتستسهلها. عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة. فكرة باختصار ان انت تعود ايدك على ان كل فانكشن بتاعتك بتعمل مسؤولية واحدة بس، وتبعت ريكويست ازاي وتجيب الداتا ازاي. كل الاي بي ايز دي موجودة جاهزة في الجيت هاب، انا جبت لك بشكل مبسط مش اكتر. افهم اللوجيك، مش لازم تحفظ الاي بي اي بتاعتنا، لا افهم بس اللوجيك ماشي ازاي، واكتب المشروع مره واثنين وثلاثه عشان تتعود على اللوجيك ده. كل الشغل بتاعنا وكل الكود اللي احنا نكتبه هيترفع على الجيت هاب، وهسيب لك اللينك بتاعه باذن الله في المشروع بتاعنا. ويا رب يا رب يا رب يكون المشروع ده واضح وسهل الناس تعيده مره واثنين، ولو في اي مشكله ابعتوا لي باذن الله ارد عليكم. جزاكم الله خيرا، ما ننساش دايما ندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.